السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز ديال الشعير وغنشوفوا واحد الطويجين اللي كيعجبني بزاف، كيجي لذيذ بزاف بزاف. دائما في هذه الوقيته هذه كنوجدوا اما بالدجاج البلدي خاصه الا كانوا جايين عندي الضيوف، ولا اليوم راني وجدته توحشته فبغيت ما بغيتش نديرو بالدجاج، درتو بالحوت اللي كيوجدوه في المنطقه ديال الاسفي والصويره، كيوجدوه بالبصله والزبيب، سميتو الصنور وكل منطقه كيفاش كتسميه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنعجنوا خبز ديال الشعير. فايت شاركت معكم الوصفه ديالو، غير هنا الخميره البلديه فعلتها غير بالشعير فقط. وبالنسبه للدقيق ديال الشعير عندي نص كيلو اللي مغربل، وبالنسبه للخميره البلديه تقريبا عندي شي 200 غرام. غدا نعجنو انا غير بالماء بارد، غدا نجمع غير العجينه بالماء بارد، ومن بعد غدا نزول واحد القطعه غدا تكون غير صغيره باش هكذا المره الجايه على حسب باش انا باغا يعني ديك يعني الخميره باش انا على حسب اشنو غنعجن بها، واش غنعجن بها خبز ديال الفرينه، خبز مخلط، يعني على حسب كنفعلها باش انا يعني كنفعلها على حسب اشنو غندير بها. كنتمنى يكون كلشي واضح، كنت توفقت في الشرح. مهم كيف شفتوا هذه هي القطعه اللي غدا نزول، غنديرها في القرعه ونخليها. هنا العجينه غدا نرخفها شويه لان غندير فيها، هنا درت شويه ديال المليحه، غنرخفها شويه لانني غندير فيها يعني غنزيد نسبه السوائل غتكون زايده على العاده، لان غندير فيها حبوب الشيا اللي ممكن تعوضوها بزرعه الكتان. زرعه الكتان وحبوب الشيا كيمتصوا السوائل، فلما بغيتوش ترخفوا العجينه ممكن انكم ترقدوها في الماء، يعني ديروا ليها واحد نص كاس ديال الماء وتخليوها تشرب عاد تستعملوها. انا درت واحد المعلقه صغيره ديال السانوج وصافي. هنا كيف شفتوا غادي نزيد الماء وندلكها غير بيديا هكذا، غير بهالطريقه نفس الطريقه حتى غنكمل، ونبقى نزيد الماء بشويه بشويه بشويه. كيف شفتوا راني حصلت على عجينه اللي هي مرخوفه، شفتوا ورطبه، كتمسوها كتجيكم مرطبه. دابا تجيكم صعيبه انكم تشكلوها، ولكن انا غنخليها ترتاح من ساعه حتى ساعتين حتى ليله كامله. هو الخبز ديال الشعير كياخذ الوقت في التخمر. صافي هنا من بعد ما تخمرات غدا ناخذ شويه ديال الزيت البلديه وغدا نكون كويرات وغدا ندوزهم في السميده الرقيقه ديال الشعير. هنا دهنت يدي بزيت البلديه، ممكن دهنهم غير بالماء الا بغيتو. صافي وكتخليو هنا الخبز لان غناكلو به الطاجين، فغدا نخليه غليظ ما غاديش نرقو بزاف. وإلا بغيتو بان خبز الشعير يعني ممكن انكم غير تعجنوه مباشره تشكلوه وتخليوه يخمر على خاطرو حتى كيبان لكم انه خمر مزيان، عاد كطيبوه. هنا صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل العجينه اللي عندي كامله. وكيف شفتوا غادي نخليه شويه مرتفع لان خبز ديال الشعير معروف عليه انه ما كيخمرش بزاف. غنخليه يخمر، وملي يخمر نطيبوه في درجه الحراره اقصى درجه. الطريقه ديال الطياب ديال الخبز الشعير هي اهم شيء، اقصى درجه الحراره ما كيجيكمش قاصح بالمره لان عنده واحد السمعه خايبه، يعني بزاف ديال الناس كيحسب لهم انه الا طيبوه في الفران غاتجيهم قاصح. مهم هنا كيف شفتوا راني درت الحمص يتسلق وغدا ندوز باش نشرمل هنا الحوت. الزعفران الحور، الهيل، هنا عندي بسيبسه، عندي هنا الكركم، بزار الابيض، الملحه، الزنجبيل، والقرفه، والباديان اللي هي اليانسون النجمي. اللي مهم هنا عندي ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، ما كنكثروش الثوم لان غنديروه مالح وحلو، ونص حامضه. وهنا عندي غير تقريبا 600 غرام ديال الحوت. هاد الحوت هذاك سميتو اما الصنور. هنا كيف كتشوفوا بعض المرات ملي كيغسلوه ليكم كينساو ينقيوه مزيان من هنا، فضروري تنقيوه لان ديك الكحوليه وكت داك الدم وهذا كيطلق المرار في الماكله. فهنا البصل عندي شي كيلو ونص. البصل كتستعملوا البصل على حسب الذوق ديالكم. هنا صافي غناخذ الهيل بسيبسه. هاد الهيل وبسيبسه راه غير باش يزيدوكم المذاق، هي والزعفران الا ما عندكمش تغناو عليهم، طحنوا غير شويه القرفه وشويه الباديان والكركم والبزار، يعني البزار تقدروا تستعملوه الاسود الا ما عندكمش، والزنجبيل هو اللي كتروه شويه لانه بحالي يعني بحالي مطيبين الدجاج البلدي تماما.
وراه بنفس المقادير قلت لكم خاصكم ديروا يعني ممكن ديروا دجاج البلدي، غير هي دجاج البلدي ما تنساوش خصو ضروري كيترقد مزيان ليله كامله، تزولوا منه الزفوريه بطبيعه الحال، عاد كديروا هادشي باش ما يجيكمش الزفر. هنا غادي نحك داك ثلاثه ديال الفصوص تاعهم باش ما يبقاوش باينين، خصهم يكونوا على شكل عجين. كنعصرها نص حامضه، يعني كي اللي ما كيستعملش الثوم بالمره في هذا الحوت، ولكن انا ما قدرش ندير الحوت الا ما درت فيه الثوم، وخا ندير غير قليل. هنا غدا نسيت نخلي واحد المعلقه باش غنديرها في الصفار ان شاء الله. هكذا الناس اللي ما كياكلوش اللحم، كاينين الناس اللي عندهم مشاكل صحيه وما عندهمش الحق يتناولوا اللحم، فإلا كان شهوتهم في هذا الطاجين ممكن يوجدوه. سنور او اصيغاخ هذا كيديروه بالبصله والزبيب في اسفي والصويره والنواحي. صافي هنا كنشرملو انا بهاد الشرموله هادي كيف قلت لكم بسيبسه يعني والزعفران، فكيزيدوا غير مذاق، ما بغيتكمش توقفوا يعني ما تجربوش. هذا كي اللي كيزيد حتى السمن الحار شويه، واحد شويه ديال السمن الحار، فانا كنخليوه يشرب مزيان. غناخذ غير واحد شويه ديال البصله، الا بغيتوا هاد شويه ديال البصله ممكن طحنوه الا بغيتوا، باش كيعطيني لان البصله مشحره بوحدها والبصله الخضراء بوحدها، هنا غتعطيني واحد النسمه بحال اللي كطغى على داك الحوت، ما كيبقاش يبان بانه حوت، يعني خاصة التوابل يعني كتقضي عليه وديك البصيلة. هنا كيف شفتوا خديت الطاجين وغدا نشحر هاد البصلة هادي. هنا راه الا كانت درجة الحرارة هابطة، يعني كنتو ناقصين البوطة وخليتوه يتشحر على خاطرو، راه ما كتعداش، ديروا الميزان وعبروا الا ما ثقتوش بيا، لان شحال من مرة قلتها لكم يعني بان الطين بصراحة الله يجازيه بخير، حتى فاش كديروا حتى في الاينوكس، غير يعني حتى في الاينوكس الا نقصوا درجه الحراره راه ما كتعداش، ما كتوصلش حتى 90. رفيت درت معكم حتى التجربه في واحد الفيديو، غير انا ما بقيتش عاقله عليه. صافي هنا زدت زيت الزيتون، وغدا ندي ديك البصله كنغطي عليها في الاول حتى كتطلق الماء، ومن بعد عاد كنبقى نشحر فيها. هنا بالنسبه انا وريتكم بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا غير صفرجل بلا ما يزيدوا ليه الكركديه، هانتوما يعني شفتو نتوما كتقطعوا كدهنوا بالحامض، كتقطعوا ودهنوا بالحامض هكذا باش ما يبقاش ليكم باش ما يكحل ليكمش. انا جربت كنقطعوه غير كنعصر عليه من الفوق كيولي كله كحل، فملي كتقطعوا ودهنوا بالحامض فكيبقى هكذا اللون ديالو زوين. انا فايتة دايره في واحد الوصفه كنت وجدتها للضياف ديالي، فكنطيبو وكنزيد عليه اللوز وكنكون به كويرات وكنزين به الاطباق من الفوق، كيجي لذيذ بزاف، خاصه اللي عندكم زهر حر كيجي لذيذ بزاف. هنا كنزيد معلقه ديال التوابل اللي خديت من الاول، وزدت هنايا طريفات ديال القرفه والبادين. هنا الا بغيتو راه ممكن طريفات ديال القرفه والبادين ديروهم في الطاجين، خاصه لما كنتوش دايرين بسيبسه والهيل والزعفران الحر. الزعفران الحر الا بغيتو خليوه حتى الاخر عاد زيدوه. هنا كيف شفتوا هذيك هاد الورده ديال الكركديه اللي كتباع معسله، كي اللي كيبيعوها معسله كيقدموا، يعني هي كتعسل وكتجي بنينه المذاق ديالها زوين. فهنا انايا غير غسلتها وضفتها هنايا باش غادا تطلق. عاده انا شحال هادي كنت كنسلق صفرجل، دابا ما بقيتش كنسلقو، كنخليه كندير لي غير شويه ديال الماء وكنخليه يشرب داك الماء. شفتوا هنا عندي الزبيب اللي غسلته مزيان، كنرقدو شويه انا في الماء وكنديروه هو اللي غادي يطلق ليا الحلاوه في الصفرجل. الا بغيتو راه حتى الاخير تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال العسل حتى كطفيو عليه. هنا كيف شفتوا درت غير كاس ديال الماء وغنخليه كل شيء يطيب، داك الكركديه غادي يطلق اللون في هاد الصفرجل هذا، وغيطلق حتى واحد المذاق زوين بزاف. غير هي ديروا غير معلقه وحده كبيره عامره، صافي الله يجعل البركه. صافي هنا كنرش شويه ديال الملحه باش ما يجينيش باسل، لان الحلاوه راه كتبسل الا ما قديتوهاش بالملح. هنا شفتوا البصله هي كتشحر على نار هادئه غير بشويه عليها. مهم هاد الطويجين هذا فيه بزاف ديال المراحل، ولكن راه متول يعني مره انا شي مرات ما كاينش عندي وقت غنخلط كلشي وندير كلشي يطيب في مره، ولكن دابا هاد النار انا تشهيته وكون متول على حقه وطريقه، فخليت البصيله تشحر، خاصه ان حتى ولادي كتعجبهم بزاف هاد البصله هادي المشحره والدغميره. فانا صافي زولت ديك البصله
على جنب، لان كتعطي واحد المذاق خاص ملي كتكون مشحره هكذا. وغدا نزل دابا داك الحوت مع البصيله ديالو. كيف قلت لكم بصيله الا بغيتوا راه تقدروا تطحنوها وديروها لتحت. بالنسبه للسفرج اللي درتو في الطاجين الاول، الا كان عندكم الطاجين كيتحرق ما ديروش الطريقه اللي درت، ديروه في شي مقله اللي ما كتحرقش. انا هذاك الطاجين عندي انا بحال دابا هذاك ديال السفرج ما قدرش نطيبه في هذا، لان هذا يقدر يحرق. هنا كي شفتوا راه بقى ديك التوابل بقات، زدت ليها الماء وزدتها هنايا، وديك البصله اللي تشحرت غننزلها من الفوق لانها لذيذه غتبقى من الفوق. بالنسبه للسفرجل ضروري ديروا شي مقله اللي تكون ما كتشح ما كتلصقش، والا غيتلصق ليكم، لان الزبيب كيطلق ديك الحلاوه يقدر تلصق ليكم. مره مره تحركوا شويه غير بالفرشاه غير بشويه باش ما يتعجل ليكم. شرا عرفتوا السفرجل كيطيب وكيهرق هانتوما شفتوا غير بالفرشاه كتقلبوا غير بشويه بشويه هكذا حتى كياخذ اللون. راه ممكن تطيبوا غير في الفران، ولكن كتطبخوا داك الكركديه في الماء وعاد كتستفوه هكذا هذا السفرجل في الفران، وكتكبوا عليه داك الماء وديروا الزبيب وكتدخلوه الفران، كتغطيوه وتدخلوه الفران، راه حتى كيجي زوين. وكتبقاو تقلبوا بشويه بشويه. هانتوما شفتوا في الطاجين باش كيعطي ريحه الطاجين، كل شيء يعني كيكون طيب في الطين. صافي ها كل شيء دابا وجد، بقى الطاجين كيطيب. جيت باش نوجد لقيت الحمص صافي طاب، كنتخلص من داك الماء فاش طاب، وكنزيد هنا القزبر يابس والكمون هو اللي كيكون بكثره، لان هذا الحمص بالكمون غير انا غادي نزيد ليه شويه الثومه حيت هكذا كيعجبهم هنا في الدار. فزدت ليه الملحه، الثومه، زيت ديال الهريسه. الثومه خاصها تكون مطحونه مزيان، يعني ضروري تكون مطحونه ماشي غير غابي، خاصها تكون مطحونه بحال معجون. عصير نص حامضه. وهاد الطريقه هذه ممكن انكم بحال اللي هنا درت فيها انا ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم، كيف شفتوا يعني كتكون مطحونه مزيان في هاد الحكاكه هذه كطحنها ليا مزيان. بالنسبه لهاد الطريقه هذه ممكن حتى بحال كتمعكوه، فايت تشاركت معكم الطريقه كيجي حتى هو عنده واحد اللذه خاصه. زيت الزيتون صافي. وهاد الطريقه هذه ممكن ان هاد الحمص يبقى عندكم حتى 3 ايام في الثلاجه. داكشي انا ما غناكلش هاد الكميه كامله، غير وجدت النص غادي نحط منه شويه، وشي الاخر غادي نخليه غنخلطو مع الصلصه نتوما غتشوفوا صافي. وغتسولوني منين شريتي هادو، هادو انا خديتهم من اوشون، غادي تلقاوهم في البلاصه اللي فيها المواعن. كي هادو كيشريوهم كيديوهم بيكنيك، مصايبين من العود، العود هو رقيق كيكونوا يعني كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع ديال هاد الاواني هادي اللي بالخشب، ولكن داك الخشب كيكون رقيق. هنا ما تبقى لي ديال الحمص، زدت لي ديك الصلصه ديال الفلفله اللي كنت شاركت معكم الطريقه ديالها صافي. وغنحرك مزيان، بعد ما كيكون الحمص هنا برد غنغطيها ونديرها في الثلاجه حتى نبغيوها عاوتاني، وغادي ندفيها غير شي شويه وننزلها حتى هي ترافق طبق اخر ان شاء الله صافي. هنا كنطرفو كنمسحو شويه من الجناب، وغادي نزين هنا بالسفرجل. كنزل حتى دوك الوريقات ديال لي بيسكوس. لي بيسكوس هو الكركديه. كنزلهم هكذا يعني حتى هما كيتكالو، يعني كيجي المذاق ديالهم زوين. راه كندير بهم انا مشروب تشاركته معكم واحد المره، كندير بهم بحال شكل المناضة، لان حنا المناضة قاطعينها من سنين، يعني من شحال هادي، يعني اول حاجه بدينا بها هي ديك المناضة صافي. هنا داك الزبيب والورد كننزلو هكذا في الجنيبات، الورد ديال الكركديه هاو لي بيسكوس. جابنين بزاف هاد الطاجين. بالنسبه اللي كتعجبو الحلاوه بزاف فتا كتنزلو هكذا، كتاخدو اللي عندكم شي عسيله تكون زوينه، كل المذاق ديالها كيعجبكم، ما تكونش عاوتاني العسيله حاره ولا مجهده اللي تخسر لكم كل شيء.
انا شفتوه راه ما لصقش، بغيت وريتكم على الطاجين بانه هذا راه ما تيلصقش، ولكن كاينين شي انواع اللي كيلصقوا. بالنسبه لهنا اللوز انا حمرته واحد شويه ديال رقائق اللوز، حمرت داك شويه اللي حمرته نزلته كامل، يعني قالوا لي كون درتي غير شي شويه من الفوق انت كثرتي درقتي داك هنا صفرج ما بانش، ديك الوريده ديال الصفرج ما بانش، غطيتها بزاف. مهم شيء وان زاد عن حده انقلب الى ضده. الا بغيتو نتوما سينو راه تحطو غير هكاك بلا لوز بلا حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله الافكار ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، جربوا هاد الوصفات وتشاركوا معايا التطبيقات ديالكم. بالنسبه للصفرج راه ممكن تقدموا حتى كمرافقه، يعني بوحدو بلا حوت بلا دجاج، يعني تحطوه هكذا في طبيسلات تقدوا ليه غير الحلاوه ديالو وتقدموه كطبق مرافق. وإلى فيديو جديد إن شاء الله باش ما نكترش عليكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.